حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، أهلا بكم. والبداية من الخليج، حيث شهد قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط مراسم الاستقبال الرسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إطار الجولة الخليجية التي تشمل كل من عمان وأيضا دول أخرى، البحرين وقطر والإمارات والكويت. إذن هذا الاستقبال الرسمي لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأيضا كان هناك في استقباله السلطان العماني هيثم بن طارق. أيضا نشاهد كيف استقبل أهالي عمان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وصول موكب الأمير محمد بن سلمان لمحافظة مسقط. يا حي يا بن سلمان، يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي بالأمير محمد بن سلمان بمحافظة مسقط لسلطنة عمان. يا حي يا حي يا حي بأهل المملكة، ويا حي بن سلمان، يا حي يا حي. إذن حول هذه الزيارة الخليجية والجولة الخليجية لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي بدأها من مسقط من عمان، نرحب بضيفنا ينضم إلينا عبر الهاتف من هولندا الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. أهلا بك معنا دكتور عبد الباقي. إذن جولة خليجية هامة بلا شك لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بدأها من عمان وهناك تفاهمات توقيع 13 اتفاقية بين البلدين بقيمة 30 مليار. بداية، ما القراءة الأولية لهذه الزيارة وأهمية هذه الجولة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ أعتقد أن الزيارة إلى المنطقة في غاية الأهمية. لقد فقدت المنطقة بوصلة التحالف وبوصلة التكتل مع من أيام ترامب، وقعت هناك كثير من التفكك وضعف الروابط بين المنطقة، كما أن انقسام مجلس التعاون الخليجي أدى إلى تداعيات كثيرة انعكست على بلدان المنطقة. وكما تعلم قبيل انقسام مجلس التعاون الخليجي كان هناك الدول الإسلامية متمحورة حول ثلاث بلدان، هي السعودية إيران تركيا، والمنطقة العربية لا توجد لها محور سياسي قومي. وأيضا المنطقة عادت إلى ما قبل الدولة الوطنية في العراق، وفي كثير من البلدان عادت إلى المناطقية أو إلى الولاء لولاية الفقيه. هذا التفكك جعل المنطقة في غاية الخطورة، ومع التحول في السياسة الأمريكية أعتقد هذه خطوة في غاية الأهمية لاستعادة السعودية مكانتها ولاستعادة الجزء الأكثر قابلية للتماسك، وهو مجلس التعاون الخليجي، بحيث أنه تعود السعودية إلى مكانتها في المنطقة، بحيث تعيد الروابط. وفي السياسة كل شيء ممكن، هو فن الممكن. تستطيع السعودية أن تعود ليس كقائدة لمنطقات الخليج العربي، بل قائدة أيضا للأمة الإسلامية، بحيث أنها تعود محور تجمع. وأعتقد أن هذه الزيارة ستحدث فارق. صحيح أنه ما زال نحن بحاجة إلى كثير من الوقت، خاصة وأن هنالك أيضا طموح إماراتي بتحقيق مكاسب منفردة عن السعودية، لكن في الأخير
السعودية تستطيع أن تخلق أو تعيد للمنطقة اللحمة. طيب. والمصالح المشتركة. وهناك كثير من قواسم. ذكرت بأن هذه الزيارة تحدث والجولة هناك لها آثار إيجابية، ما هي هذه الآثار التي بالفعل يقودها الأمير محمد بن سلمان في المنطقة الخليجية؟ يعني هناك زيارة بدأها من عمان، الإمارات أيضا تشمل قطر والكويت والبحرين. أعتقد أن الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عندما تتوفر كل هذه الروابط، تلاحظ أنت مقدار الاتفاقية 30 مليار تمت في مسقط، وما زال هناك أكيد من التعاون المشترك لبقية بلدان الخليج، هذا الاقتصادي سيؤثث للسياسي، أما الاجتماعي فهو يحتاج إلى استعادة، لأن النسيج الاجتماعي في منطقة الخليج هو نسيج مشترك وقبائل متداخلة وعلاقات أيضا متداخلة، وبالتالي أعتقد أن تعزيز العلاقات الاجتماعية في هذه الجغرافيا الصغيرة من خلال الاقتصاد وإعادة اللحمة السياسية هذا في غاية الأهمية، كما أن عودة السعودية إلى المنطقة التي تواجه كثير من التحديات وهي أيضا مستهدفة من قبل إيران ومستنزفة في الحرب اليمن، ينبغي أن تعيد علاقتها في بلدان المنطقة لتعود إلى مكانتها. السعودية كان تحت المكانة هامة من حيث موقعها الجغرافي، من حيث مكانتها الإسلامية، من حيث حجمها الديمغرافي، من حيث حجمها الاقتصادي، من حيث مكانتها لدى بلدان الخليج. بالتالي هذه الخطوة في زيارة يعني بدأت الزيارة إلى أهل البيت كما يقولون تماسك الأسرة الخليجية من الداخل، ومن ثم يمكن للسعودية أن تنطلق نحو علاقات خارج الأسرة. توقيت هذه الزيارة بالتالي ماذا دكتور عبد الباقي باختصار قبل أن نتحدث عن توقيت الزيارة؟ توقيت الزيارة في غاية الأهمية، كما تعلم هناك تحولات كبرى، هناك حوار إيراني أمريكي، هناك اتفاقية نووية، هناك حرب مفتوحة في اليمن، هناك انقسام خليجي واضح. أعتقد أن التوقيت هناك تحديات كبرى، هناك انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة ودخول أكثر من لاعب دولي مثل فرنسا، مثل الصين ستلعب دور، هناك يعني هناك الآن لعب منفرد للدول الاستعمارية القديمة، وهناك أيضا تنافس، لا ننسى تنافس إماراتي سعودي، الإمارات تريد أن تلعب دورا محوريا في المنطقة من خلال إقامة علاقة منفردة مع الكيان الصهيوني وإقامة علاقة منفردة مع إيران، كل هذا يعني أيضا يقلق. طيب. السعودية كدولة محورية، وأعتقد أن التوقيت في غاية الأهمية، لأن بالعكس كان من المفترض أن يتم في وقت باكر جدا من الآن، لكن في الأخير هذه الزيارة في غاية الأهمية، المنطقة بحاجة إلى أن تتماسك، وأكثر منطقة متماسكة بحاجة إلى ترابط، يعني ربما نحتاج وقت في منطقة المشرق، ربما نحتاج وقت في العراق التي أصبحت مجالا. طيب. إيرانيا. كما أود هنا أن أشير أن من التحديات أيضا أن العراق اللي هي كبوابة قومية أصبحت مجال إيراني، وسوريا مهددة أن تكون بوابة إيرانية. نعم. وإيران تلعب في 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 لبنان، إذن هناك خطر يحدق في المملكة العربية السعودية كدولة قائدة، وهناك خطر حتى في المنطقة الخليجية. وبالنسبة أيضا لإيران، هناك تصريحات لمسؤول دبلوماسي سعودي قال لصحيفة عكاظ السعودية، يعني ذكر هذا المصدر أن جدول أعمال الجولة للأمير محمد بن سلمان يشمل مناقشة الملف النووي والصاروخ الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والإقليمية والدولية. ماذا عن هذا الجانب بالفعل في توحيد الصف الخليجي مقابل إيران؟ طبعا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حوار مع إيران في مرحلة سابقة في بان حكم أوباما دون إعلام المملكة العربية السعودية، وهذا شكل يعني إرباكا للعلاقة التحالفية الطويلة. الآن أيضا هناك حوار بعيد عن المملكة العربية السعودية، وتشعر المملكة العربية السعودية بقلق، وبالتالي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما تقيم علاقة منفردة، بمعنى أن تقيم علاقة تحالفية مع السعودية منفردة، تقيم علاقة مع الكويت منفردة، فلماذا لا يتم توحيد هذه العلاقات في كتلة واحدة؟ هذا يشكل ضغط
على المملكة، على الولايات المتحدة الأمريكية، على الدول الأوروبية في تحسين المواقف التفاوضي وفي الحفاظ على مصالح دول المنطقة. الآن إيران تعبث وتلعب وتدلل على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشكل تهديد خطير، خاصة وأن إيران الآن على مقربة من الحدود من الجغرافيا السعودية في اليمن، على تؤثر في لبنان، تؤثر في بغداد، تؤثر في سوريا، وستلعب وستؤدي إلى قلق كبير، وهي تستهدف المملكة. بالتالي أعتقد أن هذه الزيارة وتعميقها وتكبيرها، نعم، إضافة للاجتماعي بالسياسي والاقتصادي، طيب، ربما يشكل لحمة ويشكل تفاوض كلي مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، بمسألة التفاوض في المنطقة دكتور عبد الباقي شمسان، بمسألة الملف اليمني، أنت تعلم بأن أيضا عمان مشاركة في يعني إيجاد حل سياسي الأزمة، بالإضافة إلى السعودية والجهود السعودية والمبادرة السعودية. أيضا هناك تصريحات للسفير السعودي في عمان في مسقط، قال بأن أهمية هذه الزيارة والشراكة بين البلدين اللذان يسعيان إلى دفع الجهود الدولية بما فيها مصلحة الدول، لسيما إحلال السلام في اليمن. أيضا هناك مصدر لدبلوماسي ذكر لصحيفة عكاظ على أن تشمل هذه الزيارة أيضا مسألة الجهود السعودية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية. أين الملف اليمني باعتقادك في هذه الجولة الخليجية للأمير محمد بن سلمان؟ أعتقد أن أولا دعنا نميز بين الاثنين، أن فضل. الحوار مع الحوثيين وإيران يمر عبر مسقط، وهذا في غاية الأهمية باعتبارها منطقة محايدة إلى حد ما أو تميل بشكل أكبر لإيران، وهناك علاقات حتى على مستوى الحوار الأمريكي الإيراني انطلق من مسقط، وبالتالي هناك يعني مركز أو دولة خليجية تلعب دور باتجاه إيران ومنفتحة باتجاه منطقة الخليجية العربية. ولكن إذا كان المملكة العربية السعودية تعتقد يعني أنها يمكن أن تتوصل مع الحوثيين، أنا أقولها بوضوح، يمكن أن تتوصل مع إيران إلى توافقات حول يعني المصالح مشتركة، لكن طالما الحوثيين موجودون في خاصرة المملكة العربية السعودية لا يمكن للمملكة أن تستقر، ولا يمكن تحقيق السلام. الحوثيين بغض النظر عن ولائهم وعن علاقتهم بإيران عقائديا أو سياسيا، هذه جماعة يعني تسعى لاستعادة السلطة، وبالتالي لا يمكن للمملكة أن تتواصل معها إلى السلام. السلام يأتي عبر دعم السلطة الشرعية اليمنية وعبر تمكينها من إنهاء أو إضعاف الحوثي. هذا بالنسبة لليمن. أيضا هناك تصريحات، وأيضا بحسب رويترز، بأن كان هناك من المفترض أن يكون لقاء يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمير محمد بن سلمان في قطر، لكن اليوم هناك توقيع اتفاقيات للرئيس التركي في قطر، ومن المفترض أن يصل الأمير محمد بن سلمان إلى قطر يوم غد الأربعاء. باعتقادك ماذا عن تسهيل لقاء تركي سعودي يجمع الرئيس التركي الرئيس أردوغان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان؟ أعتقد أن قطر تستطيع أن تلعب دور كبير جدا بإعادة العلاقة مع المملكة العربية السعودية. هناك رسالة قبيل زيارة ولي العهد من الملك السعودي إلى أمير قطر، هناك تحول في المنطقة، هناك تحول في السياسة التركية بحيث أنها تعود صفر مشاكل مع المنطقة، هناك تحول حتى في السياسات الإماراتية التي أيضا تريد أن تعود إلى منطقة صفر في الإشكال ده. هناك زيارات بين الإمارات وتركيا، هناك زيارة بين الإمارات وإيران، نعم. وأعتقد أن العلاقات التركية السعودية بالبراغماتية التركية الرزينة والرصينة، وبهذا التحرك سيتم إعادة العلاقة بين تركيا والسعودية، وربما هذا يخفف الضغوط والتصلب بين الدول. أعتقد أن القواسم المشتركة لإعادة العلاقة أكثر بكثير من انقطاعها. تركيا لها يعني تعتمد وتستند إلى علاقتها في منطقتنا العربية والإسلامية في التفاوض مع المجتمع الغربي وفي الأسواق وفي ثقلها التاريخي والسياسي بالتحاور مع العالم وليس فقط مع أوروبا. والمملكة العربية السعودية والمنطقة تحتاج إلى تركيا بحيث كسوق استثمارية وكدولة إسلامية تستطيع أن تقوي لحمتها. إذن هناك قواسم مشتركة سياسية، وهذه القواسم المشتركة دكتور عبد الباقي أخيرا معك، والتعاون بين إذا ما كان هناك تعاون سعودي تركي
أيضا بالإضافة لدول المنطقة كالإمارات وقطر ودول خليجية أخرى، ما الذي سيتغير؟ ما الذي سيكون باختصار لو سمحت؟ أعتقد أن تركيا منفتحة على المنطقة وتحتاج إلى هذه الأسواق، وهناك أكثر من إشارة إيجابية من الرئيس رجب أردوغان في اتجاه مصر. كانت العلاقة متوترة، هناك تحول في العلاقات، حتى أثناء التأزم العلاقات كانت مستمرة على المستوى الاستخباراتي والسياسي والاقتصادي، كانت مستمرة. العقل التركي عقل براجماتي لا يقطع جملة، وبالتالي أعتقد أن هناك تحول كبير في المنطقة سيتم، وأعتقد أن هذا التحول نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن كثير من الحلفاء، وبالتالي على الحلفاء أن يعودوا صياغة استراتيجيتهم. تركيا تحتاج إلى المنطقة والمنطقة تحتاج إلى تركيا، وهم هنا أعتقد المنطقة ستشهد تحولات كبرى، خاصة مع غياب المحاور القومية. نحن الآن حتى الآن لم تفرز المنطقة دولة عربية محورية بمعنى ببعدها القومي، ولا دولة إسلامية جامعة، وبالتالي ما زلنا نحتاج إلى بعض الوقت حتى تبدأ تتشكل دول محورية جامعة. وأعتقد أن الدول المحورية الجامعة ما زالت بعيدة، يمكن نخلق محاور اقتصادية وعلاقات بين المحورين التركي السعودي والخليجية التركي وهكذا. شكرا لكم أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا عبر خدمة سكايب من هولندا. مشاهدينا، من جولة الأمير محمد بن سلمان إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر، حيث تركيا وقطر وقعتا 15 اتفاقية تعاون في عدة ملفات ومجالات في القطاع، أيضا بحضور كما ذكرنا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، اللذان ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين، عقد بالديوان الأميري في الدوحة. حول هذه الزيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة، نرحب بضيفنا ينضم لنا عبر الهاتف السيد مهند حافظ أغلو الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد أغلو. بداية، كيف تعلق على هذه الزيارة وتوقيع 15 اتفاقية بين البلدين؟ شكرا أوقاتك للمشاهدين. يعني تركيا أنا أرى أن الأمور تأتي من التأسيس. الآن تركيا وبعد التي خضعتها والتي واجهتها منذ انقلاب 2016 ومن بعدها الارتدادات التي كانت لها ومحاولات بعض الدول أن تنال من تركيا والتي أفرزت بطبيعة الحال حصار قطر، جعل كلا من الدولتين يدفعان الأمور بعضهما إلى بعض بحيث أن تتحول قطر إلى بحيث الأهمية والأمن والاستقرار كجزء من تركيا، والعكس صحيح، لأنه لا بد من أن يكون هناك تحالف دولي ثنائي في هذه المنطقة. ورأينا انعكاساته الإيجابية وكيف أفرز لاحقا اتفاق العلا، ومن ثم هذه الاتفاقات الإقليمية على بعضها البعض. العلاقة ما بين تركيا وقطر علاقة تحالف شديدة واستراتيجية بعيدة الاستهداف وليست مرحلية. طيب، أو موسمية. نعم، ابقى معي سيد مهند. نعرض جانبا من لحظة توقيع هذه الاتفاقيات بين الرئيس التركي وحضور الرئيس التركي وأيضا أمير قطر في الدوحة قبل قليل، شاهد. Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı, Şeyh Faysal
لجنة استراتيجية العليا الفضائية التركية. يوقعوا على الجانب الفضائي سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الغزالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى الجانب التركي سعادة السيد مولود شاوشوغل وزير الخارجية. Ortak bildiri, imzacılar Mehmet Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı. إذن سيد أوغلو، يعني نذكر بعض هذه الاتفاقيات، 15 اتفاقية وقعت قبل قليل بين تركيا وقطر بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير أيضا قطر. نذكر بعض هذه الاتفاقيات: تم توقيع اتفاقية برامج التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية، أيضا هناك أبرام مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية، وأيضا مسألة التعاون في أيضا وقع البلدان أيضا مذكرة تفاهم بين إدارة التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية. ماذا تحدثنا عن هذا التعاون بلا شك الكبير بين البلدين؟ يعني ربما اختصر هذا في جملة واحدة، أن تركيا وقطر شعب واحد في بلدين، وهذا الشعب الذي أطلقته الحكومتان منذ بداية التحالف ما بينهما لزاما كان أن يكون هذا التحالف موجودا، والذي أنقذ كل منهما الآخر في مواقف حرجة وحساسة وصعبة. اليوم الرئيس التركي شكر قطر ومستثمريها على أنهم وفقوا بالاقتصاد التركي ولم ينجروا من جرت إليه الكثير من عواقب الدولية والدولية، كانت جزءا من إنجاح الاقتصاد التركي من خلال اقتصاده والاستثمار فيه وليس مقاطعته أو تابع إلى الانسحاب وإلى التخلي عن السوق التركية. بالرغم أن الرئيس التركي أكد على أن العلاقات ما بين تركيا ودول الخليج كلها وكل دول الخليج هم أخوان، ولكن أعطى ميزة لقطر بسبب إذا كانت على المستوى الشخصي تجعل من البعض له أولوية غير الآخر، فما بالك على المستوى. للأسف في مشكلة في الصوت، لكن يعني سأستغل معك في سؤال أخير سيد أوغلو سريعا لو سمحت. إذن ما بعد هذه الاتفاقيات وهذه يعني وهذا الاجتماع للدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين قطر وتركيا، والتعاون الخليجي بشكل عام بين تركيا ودول الخليج، إلى أين العلاقات؟ إلى مزيد من الخطى الاقتصادية بشكل أساسي، ومن ثم التحول إلى تفاهمات سياسية وإلى شراكات سياسية ربما تكون أيضا بعيدة المدى. أظن أن هذا التقارب التركي الخليجي بشكل عام والمزيد من التعاون التركي القطري سوف ينعكس حتى على التقارب التركي المصري قريبا جدا، بحكم أن هناك وجود صلات ما بين كل من قطر ومصر، سوف نرى تقدما ملحوظا في ملفات عديدة تجعل من المنطقة على الأقل منطقة استقرار مرحلي إلى حين أن تتوضح الرؤى الاستراتيجية، ومن ثم نقول أن المنطقة أصبحت لديها تحالفات جديدة ولم تعد مرتبطة بالغرب ولا بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. شكرا لكم الكاتب والباحث السياسي السيد مهند حافظ أوغلو، كنت معنا عبر خدمة سكايب من اسطنبول حول هذه الزيارة للرئيس التركي إلى قطر. إذن مشاهدينا الكرام نقرأ إذن بعد هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم في بحضور كما ذكرنا الرئيس التركي وأيضا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهذه الصور ورحلة أيضا توقيع هذه الاتفاقيات. نذكر من هذه الاتفاقيات أيضا تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية
والمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الدفاع الداخلية القطرية. أيضا كما تم توقيع بروتوكول بين الحكومتين التركية والقطرية بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون حول تنفيذ الفعاليات الكبرى. وإذا إضافة إلى ذلك تم الاتفاق على بناء مشترك على بيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسسي بين منتدى أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم والاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا للبلدين. وكما ذكرنا أيضا تم توقيع أيضا مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية وأيضا مذكرة تفاهم أخرى بين معهد المعايير التركية وهيئة التقييس العامة القطرية. كما تم اتفاق الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال الثقافة لعامي 2022 و23 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية ووزارة الثقافة والرياضة القطرية. والبرامج التنفيذي والبرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب والرياضة بين حكومتي البلدين للعوام كما ذكرنا 2022 و2024. وتم توقيع اتفاقية برامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية. وأيضا تم وقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية. وأيضا أبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية إلى جانب اتفاقية التعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية. وأيضا بحسب بيان الديوان الأميري فإن أمير قطر والرئيس التركي بحثا خلال الاجتماع اللجنة العليا سبل وتوطيد العلاقات وعلاقات البلدين الاستراتيجية والارتقاء بها إلى مختلف الصعد. أصبح جاهز معنا من الدوحة دكتور علي الهيل الأكاديمي المحلي السياسي القطري. أهلا بك معنا دكتور علي. إذن علاقات وطيدة بين البلدين. أهلا وسهلا. يا مرحبا. علاقات قوية ومتينة بين البلدين بين تركيا وقطر وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة بحضور الرئيس أردوغان وأيضا أمير قطر في قبل قليل في الدوحة. ماذا تحدثنا عن هذا التعاون التركي القطري؟ ربما أن الذي لا يعرفه الكثيرون في العالم أن هذه هي القمة 30 بين البلدين قطر وتركيا في خلال تقريبا 70 شهرا. وبالمناسبة هذه ظاهرة متفردة في العلاقات الدولية. وخلال 70 شهرا الماضية وقعت دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة أكثر من 60 اتفاقية متنوعة لمست في العمق كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والإغاثية والشبابية والرياضية والثقافية والدينية وكل مناحي الحياة. كما أن البلدين وقعا على 6 بيانات على 6 بيانات. هذه الزيارة يا الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيا جاء ليرأس مع الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر لجنة الشراكة الاستراتيجية العليا بين الدولتين. وأنت تعرف طبعا اليوم حدث التكريس وتأكيد لكل ذلك تلك الاتفاقيات ووقعت اتفاقيات دفاعية واقتصادية وتجارية واستثمارية بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى. وطبعا هذه الشراكة الاستراتيجية القطرية التركية هي بعيدة الأمد المدى ظاهرة متفردة في العلاقات الدولية. أنت تعرف أن في تركيا اليوم
183 شركة قطرية برأس مال قطري 100%. نعم. وأنت تعرف أن في قطر تقريبا 140 شركة، عفوا 711 شركة تركية عاملة في قطر في مختلف مناحي الحياة، منها 43 شركة مسجلة في المنطقة الحرة القطرية في ميناء حمد الدولي. حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة فاق 1.5 مليار ريال قطري، وحجم الاستثمارات القطرية في تركيا أكثر اليوم من 34 مليار دولار في مقابل 34 مليون وليس مليار، 34 مليون دولار الاستثمارات التركية. طيب، وهذه الأرقام دكتور علي وهذا الاستثمار والشراكة التركية القطرية وهذه الأرقام، وقلت بأنها ظاهرة تركية شراكة ظاهرة فريدة تخدم البلدين. طيب، كما أن هذه الشراكة دكتور علي الصوت يقطع على كل حال معك، لكن أريد أسألك هنا، بما أن ذكرت ظاهرة فريدة لهذه العلاقة التركية القطرية، هذه الظاهرة الفريدة كيف تم بناء هذه الظاهرة الفريدة والتعاون التركي القطري دكتور علي؟ إذن ربما الصوت لا يساعد، على كل حال سنعود الاتصال به. ذكر الدكتور علي هذه وسماها الظاهرة الفريدة والشراكة الفريدة بين تركيا وقطر، وذكر أيضا بالأرقام مسألة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحدث عن أن هذه القمة 30 التي تجمع الأتراك مع القطريين واتفاقيات تعاون بين البلدين، وأيضا منذ كما ذكر 70 شهرا هذه القمة 30 كما ذكر الدكتور علي، وأيضا اتفاقيات أخرى، وذكر بأن هناك 183 شركة قطرية في تركيا، بالإضافة أن هناك 711 شركة تركية في قطر، وذكر أيضا الدكتور علي مسألة التعاون والأرقام في هذه الشراكة. دكتور علي، ذكرت بأن هذه الشراكة فريدة بين الأتراك والقطريين، كيف تم بناء هذه الشراكة دكتور علي؟ طيب، بناء على الثقة المتبادلة بين البلدين، نعم، وحاجة الآخر، وقطر تكمل تركيا وتركيا تكمل قطر، وقطر تصدر تركيا الألمنيوم غير المعالج والمواد البلاستيكية بإضافة إلى الغاز LNG Liquefied Natural Gas الغاز المسال الطبيعي، وفي المقابل تركيا تصدر تقريبا كل شيء لقطر. اليوم تركيا تنافس دولا كثيرة في الاتحاد الأوروبي، تنافس فرنسا وتنافس بريطانيا. الكثيرون يجهلون حقائق عن الاقتصاد التركي. نعم. صحيح أن الليرة منخفضة في مقابل الدولار، ولكن هذا ساعد على ارتفاع الصادرات سبحان الله إلى نسبة. طيب، سأعود إليك دكتور علي يعني تحسين الصوت أكثر معكم، لكن ذكرت بأن شراكة أيضا متينة والعلاقة متينة بين البلدين، وذكرنا نحن في بداية هذه الفقرة بأن اتفاقيات اليوم تم توقيع 15 اتفاقية بين تركيا وقطر، ذكرنا هذه الاتفاقيات في مجالات عدة، مجالات اقتصادية وأيضا مسألة اجتماعية وأيضا مسألة الرياضة وأيضا اقتصادية،
تحدثنا عن هذه العلاقة القوية وهذه الزيارة الهامة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة واللقاء بالشيخ تميم بن حمد الثاني في الدوحة، وهذه الشراكة التركية الخليجية. كان هناك تصريحات أيضا للرئيس التركي قبيل المغادرة إلى الدوحة بأن هناك مساعي تركية لتحسين العلاقات مع دول الخليج كافة، وليس فقط يعني مسألة التعاون يعني الشراكة مع قطر التي هي بالأساس متينة قبل هذه الزيارة. وأيضا ذكرنا أيضا التعاون بين تركيا، وأيضا هناك مساعي لتحسين العلاقات مع السعودية وبناء أيضا شراكة مع دول خليجية أخرى، وشاهدنا أيضا كيف تم التعاون بين تركيا والإمارات. دكتور علي تفضل بمسألة ذكرت لك السؤال المتعلق، كيف بنت تركيا وقطر هذه الشراكة؟ كيف بنت دولة قطر وتركيا هذه الشراكة؟ هذه الشراكة استراتيجية ملفتة للنظر والاهتمام في العلاقات الدولية. ذكرت لك أن هذه القمة هي القمة 30 بين الدولتين الشقيقتين، وذكرت لك أن هذه القمم 30 عقدت في خلال 70 شهرا الماضية، وهذا أمر ملفت جدا في العلاقات الدولية. لم يسبق لأي شريكين استراتيجيين في العالم أن بلغا هذا الشأو في العلاقات. أكثر من 60 اتفاقية متنوعة وقعت بين الدولتين، وأكثر من 6 بيانات وقعت بين الدولتين، وهذه الشراكة تمت على أساس أن كلا الطرفين في حاجة إلى الطرف الآخر، ودولة قطر عرفت أين تضع أوراقها على النقيض من دول كثيرة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. اليوم تركيا اقتصادها معدل سرعة اقتصادها على المستوى العالمي يبلغ تقريبا 7%، يعني بعد الصين مباشرة. ورغم انخفاض الليرة فإن تركيا قامت بتخفيض أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين الداخليين والعالميين إلى الاستثمار في تركيا. والاقتصاد التركي رغم كل الملاحقات الغربية والأمريكية له، إلا أنه ظل اقتصادا قويا، وزادت الصادرات التركية إلى العالم الخارجي بنسبة تقريبا 200%. نعم، ازدهار هذه العلاقات جاءت مع أيضا بناء علاقة، يعني لنحدث هنا عن العلاقة الشخصية، يعني كيف ساعد أردوغان والشيخ تميم بن حمد في تطوير هذه العلاقة بين البلدين دكتور خالد دكتور علي؟ سبحان الله، هذه مسألة كيمستري، يعني مسألة كيميائية، وهذه مسألة جينات وكروموسومات. سبحان الله، يعني كلا الزعيمين توائما مع بعضهما البعض، ووظفا هذه العلاقة الشخصية لخدمة شعبيهما وبلديهما وأمنهما الوطني والقومي. وهذه شراكة استراتيجية متفردة على المستوى الدولي، ودولة قطر أيضا تصدت للوساطات وللحوارات وجمعت تركيا مع السعودية والإمارات. واليوم نشهد إرهاصات، قيام جبهة جديدة عربية شرق أوسطية، قطر، السعودية، الإمارات، تركيا ومصر، وفي المستقبل القريب ستنضم هذه الدول جميعا. طبعا قطر وتركيا موجودة في الاتحاد الإسلامي مع ماليزيا والباكستان وإندونيسيا والسعودية والإمارات ومصر، أتوقع أنها تنضم قريبا إلى هذا الاتحاد، ويكون لدينا اتحاد إسلامي على غرار الاتحاد الأوروبي لمواجهة التكتلات العالمية. هذه الشراكة، وكان سؤالي يعني في هذه الشراكة دكتور علي ناتي إليها، ذكرت تحالف تركي إماراتي سعودي قطري ودول أخرى في الخليج، كان هناك الحديث يدور بحسب أيضا وسائل وكالة رويترز بأن أردوغان سعى للقاء ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في الدوحة، وهناك مساعي قيل قطرية للتقارب تركي سعودي. ماذا عن هذه الزيارة؟ هل سيكون هناك زيارة أو لقاء عفوا بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان في الدوحة؟ لا أستبعد ذلك مطلقا. السياسة ليس فيها مصادفات. التزامن الذي حدث بين زيارتي الزعيمين أردوغان ومحمد بن سلمان هو
تزامن مقصود، وأنا متأكد أن السعودية تلتقي مع الأفكار القطرية فيما يتعلق بتركيا، وقطر نجحت في لأنها وضعت يدها في يد تركيا من قبل الحصار، من قبل 5 يونيو/حزيران 2017. لكن الأمير محمد سيصل غدا إلى الدوحة، غدا الأربعاء، واليوم تم الانتهاء من اتفاقية التركية القطرية. هل سيبقى أردوغان لغد باعتقادك، أم سيكون لك ترتيب اللقاء يوم بيوم آخر، يعني تاريخ آخر؟ لم يصلني شيء حتى الآن، ولكن يمكن أن يمكث إلى يوم الغد. وإن لم يمكث إلى يوم الغد، فإن زيارة الأمير محمد بن سلمان لها هدف آخر، وهو الدعوة إلى القمة التي ستعقد منتصف هذا الشهر في الرياض، الخليجية. وأنا متأكد أن اليوم المعطيات والمتغيرات على الأرض تغيرت. طيب. الانسحاب الأمريكي من العالم العربي والشرق الأوسط، ما عدا وجود أمريكي في شمال شرق سوريا، مما نأسف له للأسف. نعم. لحماية الأكراد وضد تركيا، مع أن تركيا دولة عضو في الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من المتناقضات في السياسة والعلاقات الدولية. في العلاقات الدولية والسياسة والتعاون والشراكة بين هذه الدول، دول المنطقة. أخيرا معك دكتور علي، هذا إذا كان هناك بالفعل تحالف إسلامي كما أسميته بين هذه الدول، تركيا، قطر، السعودية، الإمارات، ودول خليجية أخرى، البحرين، عمان، أيضا الأمير محمد كان في عمان اليوم وسيذهب إلى الإمارات والكويت وأيضا إلى الدوحة، إلى قطر عندكم غدا، إلى أين ستأخذ هذه المنطقة للتحالفات باختصار لو سمحت تدور عليه؟ هذه التحالفات ستكون في مصلحة منطقة الخليج العربي والعالم العربي. العقب الكؤود زالت الآن من العالم العربي، أمريكا انسحبت من المنطقة الخليجية ومن المنطقة العربية إلى أماكن أخرى في العالم، أصبحت هي اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أصبح ثمة حراك قوي سياسي واقتصادي بين هذه الدول في الخليج العربي وتركيا، وهذا شيء مهم، والاقتصاد هو الذي جمع هذه الدول. شكرا لكم الأكاديم والمحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة. مشاهدينا الكرام، حياكم الله. فاصل ونواصل معكم في هذه الحلقة.